وهلو، كيف حالكم يا جماعه؟ شو اخباركم؟ ورجعنا لكم من جديد بفيديو جديد. اخوان، قبل ما نبلش فيديو اليوم، اذا انتم مش مشتركين في القناه انزلوا اشتركوا في القناه تحت، وبرضه اي حسابي بالانستغرام ضيفوني على الانستغرام يا اخوان، والله العظيم بنزل يوميات وهيك. انا عارف انه الشعب الاردني خشيت موضوع جديد، انا عارف يا اخوان ان الشعب الاردني حاليا كله مرشح زي حالتي، مفلوز مش مرشح. وانت كمان؟ ما انت عديتني عديت الدار كلها، كل دار مرشحين. المهم خلينا ندخل بالموضوع على طول يا اخوان. زي ما شفتم العنوان، اسامه يتهور. اسامه حاليا ايش بتهور؟ قاعد رايح اشتري لابتوب حقه تقريبا راح يطلع علي 1600 دولار. كل هذا عشان ايش؟ عشان اليوتيوب. والله ما راح يجيبنا الحلقه الاخيره غير ايش؟ غير اليوتيوب. المهم خلينا انا هسه بدي اطلع من الدار هنا بالسياره، زي ما انتم شايفين طلع وحاط رجل على رجل شيخ شباب ما حدا قدي، فانه هنا رايحين على محل كمبيوترات عشان نشتري لابتوب ونفرجيكم شو هو اللابتوب اللي اشتريناه وشو راح نعمل فيه. في مفاجأة اليوم باللايف، احضر. والله الفلوز هيك بتعمل ولا ايه؟ في مفاجأة اليوم بالفلوج، خليكم حضروا معنا الفلوج عشان تشوفوا شو المفاجأة اخر اشي تقريبا، يعني اخر 5 دقائق بالوقت البدل ضائع. يلا نروح مع بعض اخوان. ارجع ارجع بس، والله شكلي راح اداش. طيب شو اللي دف انت الثاني؟ اقسم بالله حاسس حالي مره لسه بتعلم سواقه جديد. يي مغباني، الشارع كله فاضي هون وانا قاعد برجع الكاميرا. عرفتوا انه فيها كاميرا السياره ولا ما عرفتوا؟ اخوان احنا هنا في شارع الجاردنز، اللي مساكن في عمان بيعرف شارع الجاردنز. احنا في شارع الجاردنز عشان نشتري اللابتوب من هون، لانه هون احسن محلات بتبيع لابتوبات تقريبا. يلا يلا احنا هسه وصلنا يا اخوان المحل. المهم انا هنا نازل على المحل اشتري اللابتوب واجي بعديها بنفهمكم شو صار، شو اللابتوب اللي اشتريناه. خليكم معنا. سامة فرجينا اللابتوب. طيب ايوه كبير، اطلع اطلع قورك. طلع اكبر كرت وانت اكبر من وجهي. بحياة دينك اساس انه يعني بدك تكون صغير يعني. المهم اخ يا رب، اللابتوب هذا يا اخوان طلع علي ب 1034 دينار. جبته عن طريق شركة اقساط وهيك، لانه اكيد معيش مصاري انا 1034 ليرة راح ادفعها ان كاش، فطلع علي ب 1034 ليرة. تمام، خليني احطه ورا بعدين اتفاهم معكم. قعدت ورا بتعرفوا ليش؟ عشان الغالي حطيته هون، لبست حزام الامان. شو بتضحك؟ ولك انت حقك مش 1034 ليرة. بتكاسي انا احطه؟ لا خليه يقعد هون براحته. اقعد يا حبيبي، اقعد. اقعد قدام؟ لا تقعدش قدام، خليك ورا حبيبي. خليك يا حبيبي، هي رابط له الحزام كمان. يا حبيبي ولا يهمك، ايش بدك اياه؟ دلل بس. المهم يا اخوان، دقيقة البس هاي الطاقية. والله اني فخم طالع. المهم، ليش اسامة اللي مضروب على راسه يشتري لابتوب حقه 1034 ليرة؟ انا بحكي لكم ليش هسا. ايوه التهي بتليفونك، طلعش علي. المهم هسا يا اخوان، اي واحد بخطو خطوه في مجال اليوتيوب لازم يكون راسم في راسه انه بده يطلع لفوق، مش يضل مستقر زي هيك. اذا ظل مستقر بعمره الواحد ما بنجح. لذلك اولى خطوات اني اطلع لفوق جبت لابتوب عشان اصير امنتج على ادوبي بريمير، وصير اعمل صور على الفوتوشوب وقصص زي هيك، واحسن نوعيه الفيديوهات وجوده مونتاج الفيديوهات. يعني المونتاج مش الفيديو هذا، الفيديو اللي بعديه راح يكون مونتاج احترافي يا اخوان. انا كل فيديو شفتوه في قناتي من هذا الفيديو ارجع لورا، كلياتهم كانوا تصوير موبايل ومونتاج موبايل، بس من اليوم وطالع راح يصير تصوير موبايل منيح مع مونتاج ادوبي بريمير على مونتاج لابتوب. تمام، عشان هذا الاشي جبت اللابتوب اللي حقه 1034 ليره، وعشان العب فورتنايت اجربها. لعبني. بدي العب فورتنايت اخوان، والله عن جد بصير اسامه جيمنج. بدنا نغير اسم القناه لايش؟ اسامه جيمنج وقطع وقطع بالقطاعه. المهم يا اخوان، هاي هي الخلاصه.
هسا شو قصة المفاجأة؟ هسا بدنا نروح مع بعض على الدار وبدي اعمل لكم انبوكسينج. اخوان اقسم بالله نفسي من زمان هيك هذول الناس اللي بيعملوا انبوكسينج الرايقين اللي بيفتح لك التليفون اللي بيفتح لك اللابتوب قدامك بصير يقول لك هاي القطعة موجودة جوا وهاد ويلا نشغل مع بعض اللابتوب نشوف الديزاين بدي اعمل زيهم. خليكم مع في اشي رج وحياة الله باص مرق من عندنا جد ممكن فيها وجهة نظر فبدي اروح على الدار واعمل لكم انبوكسينج انبوكسينج للغالي هذا المهم انت خليك قاعد ورا تمام وهو هون تشرب اشي غالي اي اشي يا حبيبي توكل ستاربوكس ستاربوكس يلا اخوان خلينا نروح مع بعض الدار اي طفيت طفيت ليجو فكروني طالع مع عبر اطلع اطلع ما بدي افتح لك اطلع 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 فك فكه بس شوي شوي بعرض اخت وجهك شوي شوي هي 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 انا بتفهم معار خليني يا خصم وعندك شوي شوي بلع مهلك مهلك حطه يلا يا حزام لا بدون حزام مش مشكله بوقعش ان شاء الله ايوه حط حط له مخده بحياه دينك دلله اسمع حلوان اللابتوب بس بدي احليك عشا مرتب في مفاجأة ملاحظ على حسابك ولك يفتح ولك ما انت قعدت قعدت مكانه ولك فوق كل هذا بتكشف تدفع والله غير حسابك دور اقرب محل شاورما والله غير حسابك هذا زيك شكله معني ما اعرفوش طب خلينا نسحب من البنك تسحب من البنك بنك ولك كل عمرك 13 سنة أي شاورما الريم غني عن التعريف غالي الغالي الغالي بيرخص لك يا حبيبي انت قاعد مكان لابتوبي ومنيم لي اياه ورا على ايش على مخدة شو والله مريحه ايدي الشمال وقفت الممسة زي البطل وين حاب توكل هون ولا تيك اوي انت ايش بدك هسه هون شو هون تيك اوي شو الوجه بدك اياه اجيب لك سندويشة صغيرة يا الله اسمع يا اخوان اقسم بالله بفكر بفكر قاعد انه افتح له قناه على اليوتيوب والله العظيم من كثر ما هو نافه شو رايك افتح لك قناه على اليوتيوب اه والله يا اخوان بتحسوا هيك مشروع نافه يعني قال سندويش صغير تعال 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 تخافش تعال تخافش تعال والله لا تشوف شو جبت لك طلع وجبه سوبر هاي ليلي وسندويش عادي دجاج مين هاي ولا ولا والله غير خليه ياكل السندويش العادي قدامكم مو هو بضحك ما بوك زي هيك لازم بقول لك مايونيز وكاتشب لازم مايونيز وكاتشب بس بفرجيكم مايونيز وكاتشب وانا احط لك اياه احط لك اياه بذانك ان شاء الله افتح ذمك استنى شوي استنى شوي صح اي بقرف انا يا يا قرف لي قرفك مفكرني باكل من وراك يا تعال تعال خذ 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 كل 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 افتح ذمك افتح ذمك انا بحياة دينك عاد افتح افتح اخو هالشيء اخو هالشيء سراق حرامي طول عمرك ولك اخوان بدي اعمل لكم انبوكسينج اول شيء وجبه الشاورما تفتحها في وجه في بطاطا زي تاعت ماكدونالدز والله هاي والغش في حبه كبه طب بقدر اغمس مايونيز في كريم فلفل اكبر من اكبر من راسي اغمس مايونيز بقدر تغمس مايونيز صعب انا بعتذر هاي انا مروحين اخوان على الدار مش متصورين قديش انا متحمس كثير للانبوكسينج عن جد يعني حابه افرجيكم شو في جوا العلبه وهيك وشغلات هاي الله كبير هلا بالغالي جاهزين اول اشي اخواني بسم الله الرحمن الرحيم بيجي معانا شكل العلبه زي هيك من هون مداخل اليو اس بي من هون ما في اشي من هون السيريال نمبر هذا التيت تبع كارفور عرفته بسم الله هيك فتحت يا رجال طبعا مين فتح اللابتوب قبلي محل اللابتوبات عشان ننزل لي عليه ويندوز قال طيب اوكي اول اشي نفتح العلبة يا اخوان بالشكل هذا هيك بصير طيب اوكي هنا عنا فلين زي درع المليون وهنا في عنا ايش فتحة شوف الفتحة هاي
اوه سلك الشاحن. هاي المفروض ما تطلع. انزلي. نشيل اول شيء ايش؟ الفليني هاي. ترى كيف شكلها؟ سبحان الله. لابتوب بيجي هون تخيلوا سبحان الله كيف. يا الله. طيب خش اسر الموضوع. كتيب الارشادات. ورقة. اصلا هذا الشعب العربي بيقرأ بمرة. كيس خيش. في كمان فليني. وين اللابتوب يا اخوان؟ دليل الامان والضمان. وين اللابتوب؟ في كمان هون عندنا واحدة لدرع مليون، يعني هيك صار عندنا 2 مليون. هاي مليون وهي مليون. وقع. انت مش راح تصمد معي انا عارف. انت راح هيك توقع على السنون. طيب بسم الله. يا سلام. ولك يا سلام. طلع اخوان اللابتوب اقسم بالله اني بزبط. تعرف شو اعطيني قل اني تلقى نعزك نعزك خليك انت بيبسي؟ اه شبك تقلت معنا بسم الله بزبط صينية يا اخوان. ايش طلبك يا غالي؟ والله غير تنكسر الشاشة. المهم يا خالي زي ما انتم شايفين هاي اللابتوب هون فيش اشي ولا اشي ولا اي اشي بتقدر تحطه فيه. هون اسم المحل ملزقين حتى هون ما بدي ابين اسم المحل. وانا في مراوح شفط 1 2 3 4 شفط ولا شو اسمهن. وهي هون في الشغلات الزاكي. هون مدخل الشاحن. هون الايثرنت تبع النت. هون اتش دي ام اي. هون كيبل يو اس بي 3.1.0.2. في هون مدخل السماعه الاذن. وهون مدخل الحنجره. لا هنا التايب سي. وهنا هذا ضوء بعرفش ليش بس محطوط جنبه سماعات. وهنا ضوء ايش هذا. وشكرا. طيب افتح نفتح بنلاقي كمان كيس خيش. والله اخوان اسمه توسط فينا ذول الكيس الخيش. فكرت فيش كبسات. لا في كبسات. طيب اوكي بعدين الضوء ازرق جاي موصى فيه. اوه حتى من هون ازرق جديد. اكسر هذا شيل. طبعا اللابتوب صار هون هيك صينية صينية منيحة. كسرته شكلي؟ لا هيك استنى. هون مكتوب اسم اللابتوب. خلينا نشغل اللابتوب مع بعض بسم الله. اكبس الكبسة. وشكرا بشتغلش. مكتب. نطفي هذا الضوء. نعد للخمسة اشتغل. وشكرا. وسريع كثير ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله حتى خلفيه زرقاء. تسلم بيبسي عليك. بطل يشرب بيبسي. تصبح على خير حبيبي. أنا ولابتوب الجديد نحكي لكم تصبحون على ألف خير. طب لهسه نعمل. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وتصبحوا على خير يا إخوان. والسلام عليكم.